السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم تصحيح تمارين فصل مكونات خليط والجسم الخالص. بالنسبة للأولى إعدادي، دونك بريمير أني أسي نورمال، يعني بالعربية. دونك التمرين الأول، أتميم الجمل التالية بما يناسب: تقطير مشبع، مدي، غليان، مخفف، انصهار، مذاب، التصفيق، مركز. المحلول المائي خليط متجانس يتكون من جسم مذيب وجسم مذاب. لفصل سائلين غير قابلين للامتزاج نقوم بعملية التصفيق. تستعمل التقطير لفصل بعض مكونات خليط متجانس. المحلول المائي خليط متجانس وهو على ثلاث أصناف، إما مخفف أو مركز أو مشبع. إذن بالنسبة تسمى 100 درجة سيسيوس درجة حرارة غليان، و 0 دوغري سيسيوس درجة انصهار الماء المقطر. بالنسبة للتمرين الثاني، نعتبر النماذج الجزئية التالية: حدد من بين النماذج التالية النموذج الذي يمثل الجسم الخالص والنموذج الذي يمثل الخليط معللا جوابك. إذا كما كتلاحظوا هنايا، بالنسبة لهذا النموذج فهو كيحتوي على نوعين من الأرسام، يعني نوعين من الدقائق. هذا يحتوي على نوع واحد من الدقائق، يعني نموذج الجسم الخالص لأنه يحتوي على نفس المكون، يعني نفس النوع من الدقائق أو الجزيئات. النموذج الأول فهو نموذج الجسم الذي يمثل الخليط لأنه يتكون من دقائق مختلفة. الأجيب بصحيح وخطأ: تمكن عملية تقطير ماء البحر من فصل الأملاح، يعني الماء. إذا صحيح. تمكن عملية التصفيق من فصل سائلين قابلين للامتزاج، فهي خطأ. يسمح ورق الترشيح بمرور الماء، صحيح. يتكون المستحلب من سائلين غير قابلين للامتزاج، نعم صحيح. إذا كمثال الزيت والماء، عندما نقوم بتحريكهما جيدا فنحصل على خليط متجانس أبيض يسمى بالمستحلب. تمكن عملية ترشيح ماء البحر من فصل الأملاح المذابة في الماء، خطأ. إذا يكون محلول مائي للملح مشبعا في حالة ترسب كمية الملح المضافة في قعر الإناء، صحيح. تمرين إذا الجزء التالي، نتوفر على الخليط التالي: ماء زائد ملح زائد رمل. كيف نفصل تجريبيا الرمل عن هذا الخليط؟ إذا لفصل الصلب عن السائل نستعمل عملية الترشيح لفصل جسم صلب عن جسم سائل. كيف نفصل الملح المذاب عن هذا الخليط؟ إذا بالنسبة عند إزالة الرمل، إذا كيبقى عندنا خليط اللي هو متجانس للملح والماء، ويتم فصل مكوناته باستعمال عملية التقطير لفصل الملح المذاب عن الماء. غادي تشوفوا بالنسبة للتمرين 3، قام التلميذ بتسخين سائلين أو بمنعزلين، ثم عند الغليان قام بتعيين درجة حرارة كل سائل بعد كل دقيقة، وسجل النتائج المحصلة في الجدول التالي. إذا بالنسبة للدقائق، الزمن بالدقائق، يعني تم تسخين خليطين 5 دقائق. درجة حرارة السائل أ 76 77 78 78 80، إذا بقات درجة حرارة ثابتة في 78. الجسم بي لم تبقى ثابتة أثناء الغليان. إذا هذا التلميذ ساعد هذا التلميذ على تحديد دونك السائل الذي يمثل جسما خالصا. دونك انطلاقا من معطيات الجدول، السائل أ، لأن السائل أ يمثل الجسم الخالص لأن عند الغليان تستقر درجة حرارة السائل عند 78 دوغري سيسيوس. السائل الذي يمثل خليطا، السائل بي، لأن درجة حرارة لا تستقر عند الغليان. إذا هذا نلاحظوا عدم استقرار درجة حرارة، وهناك نلاحظوا استقرار درجة حرارة، وبالتالي هذا جسم خالص وهذا جسم غير خالص أثناء التحول الفيزيائي. درجة حرارة بالنسبة للجسم أو الخليط لا تبقى ثابتة. إذا مبيان كل حالة تسخين باستعمال سلم مناسب من اقتراحك. اذا كيف ما كتلاحظوا هنا، بالنسبه للجسم ا هو جسم خالص، اذا غنلقى واحد البالي دو طومبيراتور، يعني واحد المستقيم اللي هو ثابت اثناء الغليان.
اذا بالنسبه لهنا دونك ممكن نلقاو هنا في هذه الحاله هذه هنا نلقاو سائل يعني الحاله السائله هنا غنلقاو سائل زائد غاز. بالنسبه للخليط اذا بالنسبه للخليط في الحاله ديال في الحاله يعني بدايه الغليان في 78 اذا الغليان دونك بدا هنايا اذا هنا سائل هنا سائل زائد غاز يعني الحاله او البخار اذا ولكن هنا عدم استقرار درجه الحراره اذا هذا يمثل خليط وهذا يمثل جسم الخالص. اذا نتمنى انكم استفدتم من هذا التصحيح هذا وشكرا على انتباهكم وموعدنا في فرصه قادمه بحول الله.